لما تم الإعلان عليه حتى في التقديم اللي عملناه في دار الضيافة نهار الجمعة، ومعناها في إطار الاجتماع برئاسة السيدة رئيس الحكومة تم الإعلان على برنامج إصلاحات شامل معناها أعلنت عليه الحكومة هذه. وكما تم التأكيد أنه البرنامج هذا هو برنامج إصلاحات تونسية، كما شفتوا اليوم الحكومة بريسك الحكومة الكل كانت في اللقاء هذايا، والوزراء الكل معناها قدموا كل فيما يخصه معناها بنقاط المتعلقة بالإصلاحات في جميع معناها الميادين الاقتصادية والمالية والاجتماعية وحتى التربوية والثقافية، يعني كل الميادين كما شفتوا معناها قدمناه. هذاك علاش قعدنا ونأكدوا راهي إصلاحات تونسية. بالرجوع للسؤال اللي تقدمت به ومعناها وفيما يتعلق بارتباط هذه الإصلاحات بالوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، كيف هنا راهي الأمور واضحة. قلنا هذا برنامج إصلاحات شامل يتعلق ببرنامج الحكومة هذية على المدى القصير والمتوسط، لكن هو يحتوي على عدة نقاط تتعلق بإصلاحات هي معناها تتلائم مع متطلبات إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وعلاش هذية؟ على خاطرها الإصلاحات هذية احنا كحكومة نراوها لازمة في الظرف الاقتصادي اللي كيف ما تعرف وقت جات الحكومة هذية لقاتوا ظرف صعيب جدا وفيه عدة اشكاليات، وحتى على مستوى المالية العمومية تعرفوا مليح اللي وقت الحكومة هذية خذت مهامها وتقلدت مهامها لقات ظروف صعيبة برشا، لكن خدمت نهار وليل. والحقيقة إلى حد الآن احنا اليوم، وهذايا قلناه احنا، الحكومة هذية قاعدة معناها متعهدة بكل معناها تعهداتها من نواحي الكل، من نواحي سداد الديون، من نواحي تأمين نفقات أساسية اللي هي تتعلق بالأجور، تتعلق بنفقات الدعم، معناها ما تخليتش بالكل على هذه التعهدات. وهذايا بفضل العمل المتواصل. ثم شفتوا توا النهارات هذوما خرجوا مؤشرات تتعلق بالتوازنات المالية، وشفتوا الفائض المسجل، وشفتوا 29 مليون دينار اللي تم اليوم معناها تحقيقها في إطار العمل المتواصل. الحكومة هذه على الرغم من الصعوبات المالية، على الرغم من صعوبة معناها ذهاب إلى الأسواق العالمية للتداير. تعرفوا اليوم في غياب معناها إلى حد الآن يعني اتفاق مع صندوق النقد الدولي، تعرفوا أنتم النسب اللي احنا معناها نخرج بها في هذا الغياب هي نسب مشتة. زاد على ذلك تفاقم الأزمة بتراكمات الحرب الروسية الأوكرانية وما لها من تداعيات على كل الأصعدة، على نفقات الدعم، على حتى سداد الديون وقت نحكيه على خاطر. طيب سيدة الوزيرة، لو تسمح خلينا نسأل معك سيدة الوزيرة على التضخم الكل هذاك، لو سمحت سيدة الوزيرة، وكل عنده تداعيات سيدة الوزيرة. هذه الإصلاحات تتطلب موافقة التقديم اللي قاموا به زملاء الوزراء خاصة فيما يتعلق منظومة الدعم. الحقيقة معناها زملائي الوزراء فسروا مليح اللي عمره ما كان الإصلاح هذية باش يكون عنده معناها أثار سلبية على قفة المواطن وعلى القدرة الشرائية للمواطن. بالعكس هذايا هو دعم
للمواطن ذي الدخل الضعيف، دعم للطبقة المتوسطة، اللي دعم هذايا اللي اليوم قاعد الميزانية تنفق فيه على تنفق فيه معناها خارج النظم وخارج الإطار اللازم في هذا الإطار اللي هو يلزم الدعم يمشي مستحقين. تعرفوا اليوم المواد الأساسية قاعدة في إطار التهريب وفي إطار معناها التجارة غير المشروعة، الدعم ذي قاعد معناها ينتفع به أشخاص ما عندهم حتى علاقة بالمواطن التونسي.